قد يشعر البعض أن إعطاء المخرج للأوامر ببدء التصوير هو بداية القصة، لكن الحقيقة إنها النهاية لتحضير وتعب مجهود خرافي. فالعين اللي تقدم لنا تفسير بصري من خلال الصورة للي يكتبها السيناريست هي عين المخرج الذواقة للفن والتكوين والربط، أي هي فعلاً عين المخرج أسامة رزق. دقة، إتقان، تفان في العمل وتركيز في التفاصيل، عناصر يحرص أسامة على وجودها في كل عمل، حاصداً بذلك محلياً على 4 جوائز لسبتيموس كأفضل مخرج في 3 جوائز منها، وأخرى عن المسلسل الدرامي فوبيا كأفضل مسلسل. أما دولياً فقد تحصل على الجائزة البرونزية عن فئة الأفلام القصيرة لفيلم العشوائي بتونس. أسامة الذي ولد عام 1981 يدرك جيداً أن الفنان والمخرج هي الشخصيات اللي تحس بألم الناس وهمومها. بعض الفنانين عندهم تحيز وكانوا يأججوا، لكن الفنان عنده دور كبير جداً جداً في المصالحة وإرساء السلام، ودوره مؤثر لأن شعبيته كبيرة فالناس تسمع منه. وحتى أثناء التصوير لم يغفل تأدية واجب بسيط والتضامن مع المعطائين الذين راحوا ضحية النزاعات. جماعة سمحتوا دقيقة حداد، عندنا صديقنا محمد بن خليفة. رغم جديته في العمل وانضباطه إلا أن ابتسامته حاضرة تخفف الضغوطات على محيطه من الفنانين والعاملين في أغلب المسلسلات الدرامية اللي قام بإخراجها زي على الهواء. مين فيكم عثمان؟ عدنان لوي، حبيبي لوي. فوبيا، دراجانوف، كل يوم حكاية، العشوائي، عياد، روبيك، وأخيراً زنقة الريح، بالإضافة إلى العمل الوثائقي عن الكاتب الصادق النيمون.